طيب بهذا السؤال عم يسألنا البرهن الاي سي برهن للبي دي، من انه الاي هي نقطة على السي بي والسي، عفوا الاي نقطة على الاو بي والسي از بوينت اون او دي، ما انا برهن هو البارلل، لحتى يطلع هو البارلل شو لازم نقول يا زهراء؟ تو ايكوال فراكشنز. بدنا نفحص، هات لنا نفحص الاول شو على الخرطوش بعدين بنحطهم هون على الخرطوش. يلا مين هن التو فراكشنز؟ او اي على او بي وعلى او بي، المفروض من ثاني مالي شو تجربي كمان؟ كمان الاو سي او سي على أودي. على الاودي. هات نجرب يلا. او اي قديش هي؟ او اي 2 2 على الاو بي 2.5. طيب تحت قديش الاو سي؟ ثلاثة. على الاو دي قد ايه؟ 3.75. هات نشوف احسبوا لي 2 على 0.5 وهيدي الايك ولا ضع؟ وانا بنحط من الزيادة هلا مثل ما قال الزهراء نفس الشيء بنحط هاد 2 فراكشنز بقول له يعني هاد ايكوال then by converse of Phase theorem AC parallel to BD. هاي هلا دي بس يلا الانسر اكتبوا يا استاذ. بس ترينجل ان ترينجل اي عفوا بي او دي وي هاف الاي از ا بوينت اون او بي اند سي از ا بوينت اون او دي اند هلا بحط لي كل فراكشنز او اي على او بي ايكوال 2 على 2.5 ايكوال 0.8 اند كمان الاو سي على او دي ايكوال 3 على 3.75 ايكوال 0.8 معناتها هون شو شو صار عندي تو ايكوال فراكشنز زين الاو اي على او بي ايكوال او سي على او دي زين شو بنقول باي كونفرس اوف سيلز ثيورم شو بنقول؟ الاي سي اي سي صار للبي دي واضح؟ طيب فيني اقول انه هون عندنا انلارجمنت ولا لا؟ مين انلارجمنت لمين؟ الاي دي جاست ريز يور هاند فاطمة او بي دي او ترينجل او بي دي از انلارجمنت الترينجل OAC by scale factor. شو scale factor؟ 0.8. لا طولي بالك ان احنا لما قلنا enlargement يعني الكبير على الصغير بالكتير مش هيك؟ نحن لما قسمنا هون عملنا الصغير على الكبير enlargement رح تقولي شو ال OB مثلا على OA على OA اللي هي شو equal OD 2.5 ايه equal OD على OC مظبوط رح يطلع الجواب انا بس عم طلع الفراكشن اطلع السكيل فاكتور 2.5 على 2 شو بيطلع جواب على هيدا بيطلع عنا 25 عفوا 2.5 على 2 قد بيطلع عنكم 1.25 ماشي طيب فاذا السكيل فاكتور بيكون 1.25 اند سنتر اوف انلارجمنت شو سنتر اوف انلارجمنت سنتر لا هي نقطه اللي بوجه البارالل مش العدد لا السكيل فاكتور هي 1.25 السنتر اوف انلارجمنت هي اللي بوجه البارالل هي او كمان في وحده ريدكشن لوحده ثانيه مين قول يا اسراء او اي سي الترينجل او اي سي از ريدكشن اوف ترينجل او بي او بي دي باي سكيل فاكتور 0.8 سكيل فاكتور الصغير على الكبير 0.8 اند سنتر اوف ريدكشن او ماشي تمام